بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالك ولنتي ونكسن عيد ونكسن هبين ونكسن كسر دوادة وركة تلفشن قرن كصوماليات أو ست أو سيدا كجاي معنا يا حرنت دحية تلفشن قرن كه وكل هاي مجرد مقدشو قد بدأ هاد والله يدمه وركة أنا أتكون داون دون تانو وحاكم إذا مدحوناها وشجي إن مرنبا على أقبل الدونين إن لحظوا حولها تدوينها سيدوك ليه قدوميها قولها شعب كائي برلمان كجمهورية فدرال كي صوماليا مضان الشيخ هذا محمد نور الشيخ هذا المدوبي يرئيز الوزراء حكومة فدرال كي صوماليا مضان حمزة عبد البر أيها بليكوا دن مناسبة عيد الأضحى أدري قدهان دتك مسلمين تا عالم كمير بمير بيجوغان قارهان دتك صوماليا وزيرك وزاردة عدالة دور قبلتك كونفور قلبيد أي مجرد بيدبو وي عاصمة كوميرغار كاي دور قبلتك سي وحاو توبر وصو حرية عيدا كتر سنة سلوب تمام الكاسي وقار كمدة قرصور ياشا محكمة ده إمام الكا كونفور قلبيد وركا دي بدن وحا كمدة إن كبدن كون قف أو راي دايا لابد لي قده دلك أفغانستان تن إيو مركي حكم كودن كاسي كوحدة طالبان إلو ريكتي سداسن وحا شكتي قرم مدن دوبي مركله كلانتي وناكسن داو ديال الوات دوي لواتن كبشا جون سنة كلابوكن سدحيو لواتن عيد وناكسن مركله كسر دوادا وركيو فتسان مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مضانة حسن الشيخ محمود وشعبك الصومالية أدري هم بريكو أدر مناسبة ده عيد الأضحى يوحى وشيغي إن مرنبان لا أقبل دون إن لحظة حولها تدوينها مضانة حسن الشيخ محمود هذا كان وحى وجيدي حلي هم بريكو أدر مناسبة ده عيد الأضحى وأدري شعبك الصومالية يا ما أقولان إيسو إن وحيرك إيه قبل جدك شاهي كوكد السكرتة الربع السكرتة إيسو قدت عشورتة لقاقة إن أنت جابك كوشب تقول الله بحصده بلن إلهي يعني دادك الصومالي هرتي سكوك قليا مرن إنا اللي أقولاني فعلا أن نقول قولين واركجوك هكو قرب سين نين توقع على سوى صفنين واتوق توقع قف حدا الرون توقع أمد حدا إلا لمسا فكروا توج ومد حضي ومد وحضي إسلام تاس مسكين تا كوب كشايجا جديس نينك قراها جد كده عيسى كجدي بجاج لها موتود جد كم حوا قوة أو محون كرا ذي كرادة محوا إن بجاج شكر سكو سا مين سكو ساقيو العك تلقى روري نينك ربع إنه انتقى تدار كل استو إن يروبي أبارت من سوق قت إسطنبول هو قت الدنيا وكو حي مايا مايا ولا مد عيسى مد عيسى إلى إذنكيس صبح صبح إذا كمل الجرعة ها وصل بسنة نكاس توجا إنا الدفاع دي محله حرا محله هستا محله عيبينا محله كرام ولا عيبينا ولا كرام ترى وحوم مدينها وشرف يا كرام هي بدنا مرة نك الله كعب سوى إنا شرف ملك حتى إذا حولها دوين توا حاران وحاران وحاران طبعا جرا مال والبال وإكو قرانتك وعبدة دين الإسلام هذا القرآن كمنزل كحديث الشريف كدمان حد ملا محوهاي إسلامي قاهو أنا لكن كسوبر آيات المام توج إلى إنه ضد نمرهين ولقيت ولا عيب جري وتوج يا لا نجري ولك توج طالع قبل توج ولا شيء حاسك محن كورا نات توج ويا لا نجري ما أنتنا وكفار الناس سو حقب سد معركت مدري يا ريد الجو ما هذا على إيجي دكد إيجي إيميجريشن هل إيجي عشورته الدقمدة هل إيدي أنت هل إيدي ما العقل وقع ذا نك رادنا وتوك من أمد أشقى يروى معه أمد ذا أشقى نيس كعدب تا أرض معلم نقو إسقال كتك الماء يرير كعب تعبر أمد ذا أشقى نيس كعدب تا أرض محن كل هذا إسبتال كتك كشقة النبض كشقة وعي جلنت كشقة برشاد الدين الإسلام كشقة وناجة كشقة سيدا صار عز الدنيا يوم حنكر هذا كرامه يوم حوا نحرس آخره أنت بقى تقول ليسا أنت أسمع أنت وعيد ولا ليال ومال وناكسن وحو وناكسن إن إسفرنه إسقوارنه إسحسوسنه أبان أبدا ليه لكن
نوما كلا سوكيان دادك سوماليودو اوغادا نينكا شبابكا اينا قرحينا ايه كان توقع عشوف تحضايا نوما كلا سوكيان اسكو سيئن اولا معاملنا اسكو قيمي اكتين كليين كما سوكيو عشوف تنينكا حضايا كان محانكورا افري طبنك اكتوبر محانكورا داي زوابدادك كوخرحي كما سوكيو كما سوكيو والدينتي هي عرضيدي صفق وجود الشهادة إن يكسر قاتان وزارة تعلمته كي خرحنا يا كمسك أيوه. كان عشرة ثلاث أنتي كان كوكا المي إن عشرة ثلاث أنتو تخلي الدولة دينا وإن كفلنا نا مشارك الله بدأ بقول غير جبر نوك حاضر أما ويلك وداء أما أسكر وقاتو إن أن صوتك سنها معقول ما أهن سببنا مجرد تدل كان وحياله خيرات كيال لعكت تال تقالها يال وحصور تكلك كا سبب أن مانور بعالم كساس أنت أوريك ما أن مانور بيستعمل ما أن هنا ركبه بجد سبورت هنا رسي وهنا ليا أنا ده أنا مجرد وأنا سويني جيبكن حولهن دولد مدين شرفتين كرامين دينكين عردقين وحانكو إلى لنا وحاندق عن لنا وانكو في لنين أنقنا كدولد أهان بالعوناء جمهوريدا وحان بلن قاضيا وحاسي إنانا سحن لو استعمالين كران أود كستو عن لنا كرامين وحان دول لقينا شرنكا قفك الصومالي على السوق قاضي إنان سكر لو استعمالين شعب كاي برلمان كجمهورية فدرال كاي صوماليا مدن الشيخ آذن محمد نور الشيخ آذن مدوبي أيام بليكو آذن مناسبة عيد الأضحى وحو أدري شعب كصوماليا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تمان أمت إسلامك وحنوهم بليينيا قارهان أمت الصوماليات بمناسبة عيد الأضحى الله نقع أقبله وعماش خير كأ انت حجي سي إلهي إن سنفت قليئي انت كباقة طيب الأمان تود إلهي وحنو برينا إلهي دم بقود الأفو أمت الصوماليات عيدان عيدان الله كو قارسيو برواقي بش بش قلب وقت الله اسكو صدومو توبة الله نها أقبله وحن ليه هاي إلهي بمجين خلافه لما أنتي وحن ليه هاي نيد وين أكسن خلوا عيد يستو عيد وين أكسن توبة الله نها أقبله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر يا حلو لها اللي يربعين تقرن كه وحاو مناسبة عيد الأضحى درتاد وهمبلية أدري قدهان شعب الصومالية ملو البيجوغان يسوق همبلية مناسبة عيدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحان همبلية كوآدن مناسبة عيد الأضحى المبارك كن أفر بقول أفرتني أفر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هود أمرنا يا دمان ملها مسلمين تا ملك استويجوان كارهان شعب الصوماليات وحلي هاي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير عيد الأضحى المبارك لهذو وحي كواستي سنتهاي نفهرت يسكريفايس إيو دل إسيت وحا إن فربضاً سيدا القرآن كشيري أستانوح عيداس تاريخ دي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيو ويلكيسي نبي الله إسماعيل والله بضبا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أيها السي بيتك إلهي وقرآن كسيدو الشيري مرك لنا إني أذبحك فانظر ماذا ترى إلهي وحو إتسيي أنا وكو قورعي مركم حا كل قمن يفعل ما تؤمر
أسيقنا وحي إلهي وكو أمري سميه سيداس أي أضحظا إن حولها لقال كتمين وهو فديناه بذبح عظيم إلهي كويري إلهي كفرتي سيدا درتيت ما أنت تتكين وحيو باهيهين إن أي هران مالك وضا هي نفط وضا إن أي هران سيدي لولاد دقالم لها لوغا حرين لها دل كينا عدو هايستا مركان نف هريد بانو باهن هاي مال هريد بانو باهن هاي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت سيدا ونبي الله إبراهيم يويل كيسو أي تون كود انتي سور ران لغاحا يود سيين بيت كإلهي أيان إنونا ما أنتو باهن هاي نان دل كينا ودسنو مساجد دين ودسنو جدد كينا ودسنو بوندوين كينا ودسنو إنان دل كينا دسنو أيان لغربا سيدا درتيت عيداس وحي أستانو تهي دلس وحي أستانو تهي إن فيا ما الله رو دل كاغا دد كاغا يدين تهذا انتبه مركلة وحان ليه هاي عيد مبارك وحان أرجينا يا دمان شعبك سوماليات إن ايكو عيدان نبض بشبش يبرواقو ملك السوائي جوغان وزيرك وزارة عدالة دولة قبلاتك كونفرق البيض يا مقارنة بيدابو يا عاصمة كوميلغارك يا مامولك كونفرق البيض وحا أوتوبر وغسو حري عيدا مكتر سن كوى سلوبتا مامولك سيو قار كمدا قرصوريا شمحكمة دها ففاين توركن وحا مقارنة بيدابو كسو ديري سراجي شاق سحاق توبر كاتيرايو بحنتا ومدو أفر مالينا كسو عدي مقارنة بيدابا يحرونتا كوميلغارك مامولك كونفرق البيض waxa ka faa'iideysanay saraakiil ciidan oo ka socday ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya xiritaanka tababarka waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed madaxa ugu sareeya heeda Sweden iyo sidoo kale saraakiil ciidan ugu horeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ee ka faa'iideystay tababarka iyo gudoomiyaha maxkamadaha oo goobta ka hadlay ayaa in badan ka sheekeyay tababarkan faa'iidada gaarka ah ee iyagu lahaa لكن سيمناركم سيمنار لمبة نين لمنايتي ودني نمين أو أبورتي غير ودني نمين أو أبورتي دتك كي غاين نجير أيسين دتك إذا أونا دتين ما مولا لسلاي سراكيل إسقى بداسة أسكرتا إسقى بداسة محكمة دو ساس أوكل إسقى بدان ولا غير إن إسقى بني دن هير ما يديرنا إني أو نسكو سرين هيرنا اسم سامحنا إسقى كربور عثمان محدين معلن شاطح ماذا هيدا صيدن أهنا قدوميها ورضا بلشد الرئيس كصوماليات ayaa ka sheekeyay muhiimada tababarkan u lahaa saraakiisha ciidanka iyo gudoomiyaha maxkamadaha sababta aad booliska iyo asluubta iyo maxkamadaha aan u soo aan xoog u saar haddana waxay ahayd waa meelaha ee bulshada ay ka dareemaan dawladnimada hadii ahaleed cadaaladda waa meesha ugu muhiimsan ee dadku ka dareemaan dawladnimada amniga oo ah ciidamada booliska waa meesha kaliya bulshada ay dareemaan markay amni haystaan faa'iidada dowladnimada ay leedahay asluubta waa meeshii sixil lahayd ninkii ingiriiska asluubta waxaa lagu yidhahdaa meelaha correction allah meelaha xabsida correction macnaheedu waxa waaye qofkii la soo saxa qofkii dhaqanka halaabay ayaa lagu soo bedelaa isoo nidaamsan maana intaba booliiska markaa fiiris markaa asluubta fiiris markaa maxkamadaha fiirisid intaba waxyaabo adeegooda bulshada toos u taabanaya wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Soomaalida ee Koonfur Galbeed mudane Hassan Abduqadir ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarka in wixii halkan ay ku barteen ay gaarsiiyaan saaxiibadooda walaanka muhiimsan marka walaalay la san baray ingisan bulshada tiin ku faa'iideeyta oo isigna gudbiidan muhiimay siba gobolka kortan seminaarkan oo kale hal maalin laba maalin siba gobolka kortan dadkii la baray macallimiinta gobolka korta lankii eed walaan aan fahmi iyo walka si darsada kor hadana barasho kale intii soo biyo bulshada baro koro halka program ee link baahin yahay xaqiiqdii waana si socday intii dalkeen isku ka wadaayo dawladnimada ku xoogay sidaaso una dhan dad oo hadda problem laan ah kunagadaano oo problem ma dhamaada mar walba laakiin intii una problem kaano hoos ku kooyo mar walba way baahin yahay tiray bixinta qaybtan siraj shay saqor baahinta qaranka mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa si rasmi ah magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug waxay uga fureen shir nabadeed oo lagu xalinayo
colaad beeladyo ka jira deegaano ka tirsan gobolkaasi mudugga faafaynta warkan Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa ka soo diray gudoomiyaasha gobolka mudug ee labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland Faisal Sheikh Cali iyo Cabdinaasir Cabdul Qadir Cabdillaahi Weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidamada amniga labada dowlad goboleed odayaasha dhaqanka ayaa ku guuleystay soo afjarida xiisada colaadeed oo muddooyinkii u dambeeyay ka dhacay deegaano hoosaga magaalooyinka Abbalwaaqo iyo Toofiq kuwaas oo ay dad ku dhinteen mas'uuliyiintan ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa deegaanadaasi iyagoona bulshada kala hadlaya ka shaqeynta nabadgelyada amniga iyo sidoo kale xalinta waxyaabihii keenay isku dhaca laba beelood oo halkaasii wada dega gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee Galmudug Cabdinaasir Cabdul Qadir Cabdille ayaana faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kaga qabsoomay dadaalada nabadeed oo ay ka dhex wadeen beelaha ku nool deegaanada Toofiq iyo Abbalwaaqo iyo wixii laga yiri dhibaatadii kala gaartay intaa dabadeed muddo afar maalmood ah maamulada iyo ciidamadu waxay ku jireen hawshaas waxay ku hawlanaayeen sidii hawshaas xabad joojin loo samayn lahaa si dadka ehelka ah oo dhibaatadu dhex martay dhibaato dambe aysan u dhex marinin sidii loogu kala dabqaadi lahaa sidii ciidamada hadday jiraan loo kala guri lahaa oo loo kala kaxayn lahaa intaa dabadeed annagoo wada jir ah labadeeda maamul saaxiibkay mareexaan tiim uu hogaaminayo oo dhinacaas ka yimid Galmudug iyo tiim anigu aan hogaaminayo oo dhinaca Puntland ka yimid waxaa weheliyey oo intaa dheer ciidan isku dhaaf oo gobolku u leeyahay oo saraakiishiisii ay nala fadhiyaan talihiisii iyo talihii ku-xigeenkiisiiba ay joogaan ciidankiina meesha ay joogaan ciidankaasi waxaan uga mahadcelinayaa shaqadii ay qabteen sidii hari habeenka ay u soconayeen oo u shaqaynayeen maalintiina qoraxda ugu soconayeen habeenkiina dhaxanta ugu adkaysanayeen waa cimilo aysan aqoon oo ka bedelan cimiladii ay yaqaaneen dhib badan inay ku keentay waa suuragal laakiin waxay u dhabar adeegeen xanuun kastoo ay leedahay subax walba waxay sameeyaan sahan waxay qabtaan shaqo waxay meel kasta oo tuhun laga qabo bay tagaan waxay kala diraan cid kasta oo urursan waa u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol shaqo wanaagsan bay qabteen annaga maamulka iyo odayaal nala socday waxaanu qabanay shaqo shaqada aan qabanayna waxay ahayd inaanu odayaasha labada dhinac aan gaargaar ula wada hadalo mid walba saddex jeer aan nimid Toofiqna saddex jeer baan tagnay Abbalwaaqona saddex jeer aan nimid waxaanu u nimid wada hadal saddexdii jeer baa ku guuleysanay dad akhyaar ah odayaal ah isima leh labeen ah caqli saaxiib ah culimo ah waan ugu nimid labada dhinac waxay ka garaabeen dhacdadii dhacday labada dhinacba waxa ay rabaan inay ka samafalaan wixii meesha ka dhacay waa uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waxaan ku soo baxnay dhacdadaas maalintii afraad baan joognaa iyo cawadii saddexaad waxaan ka gaarnay arrimahaas guulo wax ku ool ah iyadoo ay shaqaynayeen ciidamada amniga labada maamul la yiraahdo ciidanka isku dhafka loogu talagalay xasilinta dhacdooyinka labada dhinac ciidankaas oo xaqiiqda lagu nastay ummadda Galmudugna aan leeyahay ciidankaas si dhow uga warqaba aan ugu nimid meeshaan oo dhacdadu ay ka dhacday oo reer Toofiq iyo reer Abbalwaaqo ayaguna sidoo kale si wanaagsan ehelnimo leh dhagafudeed leh ismaqal leh ayay maxaan ku iraahdaa ciidanka amnigana ula shaqeeyeen oo gacan u siiyeen maamulka iyo isimada iyo dadkii maxaan ku iraahdaa ka socday labada isteedna noola shaqeeyeen sida runta ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug ee Galmudug iyo Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay xoogga saaraya xalinta xiisadaha colaadeed iyo dhibaatooyinka ka soo cusboonaada deegaanada ay labada maamul ka arrimiyaan taas oo caqabad ku noqon karta arrimaha nabadda iyo dibadda xilligan ka jirta gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudugga Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo
maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in isbitaalka degmadaasi ay soo wajahday dawiri aad u baahsan iyadoo isbitaalkana uu yahay isha ugu weyn ee ay adeega caafimaad u soo doontaan dadweynaha deegaankaasi ku nool. Cabdullaahi Kulmiye Cadow ayaa inoo faahfaahinaya. isbitaalka degmada Balcad ayaa ah mid maamulka iyo dadka deegaanka ay dib u howlgeliyeen burburkii kadib, ha yeeshee waxaa jira baahi aad u badan oo isbitaalka iminka aanu ka maarmin. guddiga gacanta ku haya isbitaalka degmada Balcad ayaa waxa ay sheegeen in isbitaalku aanu lahayn saalada qalliinka, kaydka dhiigga, iyo qolalka jiifka u ah bukaanada. waxaa kale oo ay sheegeen in ay jiraan baahiyo aad u badan oo hooyada iyo dhallaankuba aanay haysan adeegyadii ku filaa ee isbitaal laga heli lahaa. isbitaalkan ayaa waxa uu fuliyaa adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah, sida ay ii xaqiijiyeen mas-uuliyiinta ku sugan isbitaalka. waxaana ay sheegeen in maalintii keliya ay qaabilaan ilaa 300 oo bukaan ah oo iskugu jira hooyada iyo dhallaanka. waxaana uu cisbitaalku uu mas-uul ka yahay in ka badan 80 tuulo oo dhammaantoodba degmada Balcad hoos yimaada. Dr Cabdiqaadir Mukhtaar Caabidiin oo ka mid ah dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa waxa uu ka warramay xaaladaha caafimaad ee bukaanada u yimaada iyo sida ay kala yihiin. isbitaalka inta badan wuxuu ku shaqeeyaa qeyb micnaha maxaa la yidhahda qeybo badan uu ka kooban yahay. qeybihiis waxaa ka mid ah qeybta caruurta under 5-ka oo 5-ta sano wixii kale ku qaabilno, qeybo waxaa jiro over 5 oo 5-ta sano wixii ka weyn aanu ku qaabilno, sidoo kale qeybo waxaa jiro ANC oo maamooyinka habeenka uurka leh ku qaabilno, sidoo kale qeyb waxaa jirto EPI-da talaalka iyo waxyaabaha ku qaabilno, sidoo kale qeybta deliveriga oo dhalmadii waxaas dhalmada inta badan waxaa 24 hours way shaqeynaysaa open waaye. sidoo kale waxyaabaha leena waxaa ka mid ah qeybta pharmacy-ga asagana radia, sidoo kale qeybta lab-ka iyadana waxa waaye inta badan way shaqeysaa, sidoo kale waxaa nutrition baa leenahay qeyb OTP ah. guud ahaan intaas isbitaalku uu ka kooban yahay. maxaa la yidhahda isbitaalka baahi badan uu qabaa. maxamed xuseen xasan waxa uu ka mid yahay guddiga maamulo cisbitaalka degmada Balcad. waxa uu ka warramayaa baahiyaha gaarka ah ee cisbitaalka uu qabo iyo waxyaabaha uu u baahan yahay ee lagama maarmaanka u ah. mishiinada casriga ah oo lagu shaqeeya maanta oo ama dhiigiga lagu baari lahaa qalabyadaas iyadana waxaan ka maraynaa loo profilan ka nahay. marka inaan helno mishiino casri ah oo ama dhiigiga lagu baari karo ama x-ray lagu saari lahaa qofka qalliinka lagu sameynayo ama waxyaabahaas oo dhan iskaanada la isticmaali lahaa oo loo kaashan lahaa xaaladahaas marka la gelayo, iyadana waa u baahanahay mishiinada caafimaadka. tuulooyinka la aadaa oo ma soo wada gaari karaan 83 tuulo, marka outreachka la aadaayo waxaa loo baahanahay ambalaansi in la helo lagu aado, gaadiid maaragtay qofkii xanuunsan lagu soo qaadi kara in la helo, marka ambalaansina inaan helno waan rabnaa, shaqaalaha hooseeyana in la kordhiyo waan rabi lahayn. madaxa hay-adda gargaarka ee Turkiga ee marka lasoo gaabiyo magaceeda loo yaqaano IHI mudane xasan ayaa ka hadlay garab istaagka goobaha caafimaadka iyo sida ay uga go'an tahay inay cisbitaalkaasi wax uun ka qabtaan. çalışanları da gördük. özveriyle çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. yolda gelirken belediye binasının karşısında şehrin girişinde de bizim 2002 yılında yapmış olduğumuz bir sağlık merkezini gördük. İHA İnsan Yardım Vakfı'nın burada yapmış olduğu bir sağlık merkezini de gördük. Çok memnun olduk. Yani burada yani ben burada olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yolda gelirken gördüm. Bundan da çok memnuniyet duydum. Yani biz buraları unutmamışız aslında. İnşallah elimizden geldiğince yine buralarda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. selamünaleyküm, teşekkür ederim herkese. Gudoomiyaha degmada Balcad mudane Qaasin Cali Nuur guud ahaan bu waxa uu ka warbixiyay degmada Balcad iyo dhammaanba tuulooyinka hoos yimaada sida xaaladaha caafimaadka iyo iskutashiga dadka oo ay cisbitaalkan ku howlgeliyeen. waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii baahi ahaa ee cisbitaalka qabay iyo wixii shaqa ahay way arkeen. iyagana insha allahu maadaama dad walaalaha muxsiniin ahoo ee soomaaliya gacan fiican ka hayaan dhinaca caafimaadka meel walba ay yihiin, waxaan rajaynaynaa insha allahu inay wixii baahiya isbitaalka laga qoray iyo qaabka u shaqeynaya iyagoo tixgelinaya waxaan ka rajaynaynaa insha allahu waxqabad. siduu xasan u sheegana caafimaadka degmada dhinaca ka joognaa cristaalka u guud oo degmada oo publigaana insha allahu ummadda dhanka dhexeena inay soo gaaraan wixii u baahan yahay inala qabtaan, waan rajaynaynaa. cabdullaahi Kulmiye, warbaahinta qaranka, muqdisho. halka daawad yal warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho. wararka dibaddana waxaa ka mid ah in ka badan 1000 qof oo rayid ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay gudaha dalka afghanistan tan iyo markii xukunka dalkaasi ay la wareegeen kooxda taalibaan, sidaasna waxaa sheegtay qaramada midoobay.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada shacabka lagu dilay dalka afghanistan tan iyo markii taliban ay la wareegeen ay aad u korortay warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dalkaas ee UNAMA ayaa lagu xusay in tirada weerarada ay sare u kaceen taasoo sababtay dhimashada 1095 qof oo rayid ah halka 2679 qof oo kalena dhaawacay tan iyo bisha agoost sanadka 2020 gaar ahaan 15-kii bisha agoost inta badan dadka dhintay oo kor u dhaafaya 700 waxay markaasi sababsadeen qaraxyo sida lagu sheegay warbixinta inkastoo dagaaladii ay yaraadeen markii dalkaasi ay isaga baxeen howlgalkii NATO taageeraysay haddana waxaa jira weeraro ay geysanayeen kooxda daacish ee argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka taliban oo warbixinta qaramada midoobay ka jawaabay ayaa yiri amar wasaaraddu waxay sheegtay tirada dadka ama dalka afghanistan waxaa wajahayay dagaalo iyo amni darro laakiin tan iyo markay la wareegtay kooxdaasina waxaa la sheegay in rabshadaas oo dhan ay istaageen sida wasaaradda arrimaha dibadda ee kooxda taliban ay sheegtay daawadayaal warkii habeenimo aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho inta aynu kusoo gabagabaynayna warkan kiisa kale intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu